السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم غادي نديرو البغرير اللي بطريقة سهلة ومبسطة، احترموا فيها جميع المقادير وغادي تكون غادي تعطي النتيجة اللي هي مضمونة 100%. مرحبا بكم. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاجو جوج كيسان ديال السميدة الرقيقة، كاس ديال الفينو، نص كاس ديال الفورس، جوج خميرات حمرين، شوية الملحة، ملحة على حسب الذوق. هنا خمسات الكيسان ونص ديال الماء. إلا جاكم الخليط شوية ثقيل يمكن لكم تزيدوا واحد نص كاس أو جوج المعالق. انا هنا دايره خمسة الكيسان ونص. اذا كنجمعوا هاد العناصر كلها، كنديروها في الخلاط الكهربائي، كنخليوها كتضرب مزيان في مولينكس لمدة 5 دقائق. من بعد كنخليوها كترتاح واحد ربع ساعة ونبداو نطيبو في البغرير ديالنا. اذا نمروا دابا لطريقه التحضير. غادي نبداو نطيبوا دابا في البغرير ديالنا. كناخذوا قياس بحسب كل مقله. من بعد ما خلينا المقله سخنات مزيان والبغرير ديالنا ارتاح لمده شي ثلث ساعه، كنديروا المقله هكا كان هو كيف شفتو كلو كيتثقب. هاد البغرير ناجح 100%، غير تبعوا المقادير، تبعوا المقادير مزيان وراه غادي يصدق لكم. دابا وقت البرد، داكشي باش كنخليوه هاد ثلث ساعه. اما في الايام اللي هي سخونه بحال الصيف راه كنخليوه 5 دقائق صافي كنبداو نخبزو فيه. دابا غادي نبدا دابا نقاد في البغرير حتى نكمل الخليط ديالنا كامل. البغرير ديالنا كيطيب كيفما شفتو، كلو متقب. تتعيب لنا البغرير كلو طاب، عاد كنحيدوها نديرو واحد اخر. كنديرو البغرير هكدا في المقلة، كنحركوها هكا الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا هو هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا كله مخرج. نتمنى تجربوا الوصفه ديالي وتطبقوها كيف ما هي، وراه غادي تكون ناجحه 100%. ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا ليا لايك.